دلوقتي بقت الساعة 3:30 مش لاقيها. قلت له طب ماشي، هنشوف الأول دخولها دخلت المستشفى ولا دخلت المدرسة بتاعتها ولا لأ، بناء عليها نبدأ ندور. فأنا ابتديت أبحث عن الأرقام كتير بالنسبة للزمايلها، فاتصلت بواحدة زميلتها قالت لها وصلك للأستاذة اللي هي بتحضر وتغير. اتصلت بيها قلت لها مديحة صوب دخلت المدرسة النهاردة، قالت لي لأ. قلت لها طب ازاي؟ قالت لي هي اتصلت بيها الساعة حوالي 9:10 وقالت لي أنا في محطة رمسيس والمترو عطلان وهتأخر شوية. قلت لها وبعدين ما كانش فيه صوت، ما كانش فيه حاجة عشان أتأكد إنها كانت في المترو ولا لأ، لأن كان الموضوع دخل الموضوع خطف موضوع يعني انا ما وصلتليش ان هي حصل لها اللي هو حصل لها، فكانت دماغها بتروح وتجي. فقلت لها طب الموضوع كان زعيق، كان في زعيق، كان في كانت متنرفزه بتاع كان، قالت لا. قلت لها طيب ماشي، بدايه انا هبدا ادور من ايه من الموقف. فطبعا بعد ما اخترت وكده اتجهت لرمسيس، دخلت على المقدم بتاع النقطه بتاعت رمسيس. قلت لها ان كانت في الاول بدايه سؤالي كان هل في حدث حصل عطل الكلام ده عشان اقدر اجيب منه معلومات، لان لو قلت له ان اختي متغيبه مش عارف ده ممكن يضلني يقول لي لا ده ما فيش. فقلت له كان في عطل ولا في اي حاجه؟ كان في، قال لي اه كان في عطل حوالي بساعه تحت الارض، الكهرباء كانت قطع وكده. قلت له طب حصل هرج مرج، حد اتعور، حد اتخانق، حد اتعمل؟ قال لا. فلما لحيت عليه قال لي طب انا هتصلك برئيس قسم تاني، قسم رابع العتبه، في حاله كانوا بيتكلموا عليها بيقولوا ان حاله اغماء يعني بسيطه وكده. قلت له طب ماشي. اتصل بيه فقال لي روح، قمت واخد بعضه راح العتبه. دخلت على قسم الباحث قال لي انت مين؟ قلت له انا ابن عمها واخوها في نفس الوقت وليه علاقه بيها يعني. فقال لي، قلت له ليه اختي متغيبه من الساعه 9:10. اتصل بزميلتها وقالت لها انا في المترو بقالي بالظبط حوالي نص ساعه والمترو عطلان واقفه يعني شويه وشويه وهادي وكده. من ساعتها التليفونات اتقفلت من الساعه 10:30. فده طبعا تخوفت. فقلت له طيب، قال لي طيب في حاله جات لنا من عتبه، جات لنا من نفق، حاله اغماء شديده وخدناها وراح بقى المستشفى وجالي اخبارها دلوقتي ان هي توفت. قلت له طب ماشي، انا عايز اعرف لو هي هتسيبها عند ربنا، لو مش هي هجيب لك يعني هاجي اقول لك دي مش هي. في نفس الوقت جالي امين الشرطه اللي هو راح معاها المستشفى، راح جاي مديني الاشاره بتاعها واداني الكليه. انا بطبيعتي ان انا عارف عشان قريب منها عرفت ان الاشاره بتاعها، بس ما ادتلوش ان هي النتيجه اللي هي اختي. فقلت له طب ماشي. فقال لي هي، قلت له ربنا يسهل لما اروح اشوف، اديني بقى اسم المستشفى. اداني اسم المستشفى واتجهت ليها. رحت دخلت على الاستقبال قلت له انا عايز في حاله جات لك من مترو في حاله اغماء شديده. قال لي اه بس للاسف دي ايه توفت. قلت له مفيش مشاكل، مصورينها ولا انزل ابص عليها في الثلاجه؟ قال لي لا انزل بص عليها. قلت له ماشي مفيش مشاكل. خدني ونزلت تحت، كنت انا واخو جوزها معايا. نزلت تحت فتحت وكده، ف قدر الله ان هي تكون هي. فشفتها وقلت خلاص يعني احتسبتها عند ربنا. طب تقولي للمسؤولين؟ اقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، مفيش اكتر من كده. مهما اقول مهما اعيد هو ربنا هيحاسب، مهما حاسبت مش هقدر اجيب لها حقها، هو اللي موتها هو اللي هيجيب لها حقها. فهمت؟ مش هتكلم. فايا كان بقى وزير كهرباء، وزير نتو، ايا كان، حسبي الله ونعم الوكيل. حتى اللي خد شنطتها حسبي الله ونعم الوكيل، قادر اللي عمل فيها كده ربنا يعني هيحاسب. انا توكلت على الله، بس انا ها برضو مش هقف، انا بعمل حاجاتي وبقوم محامي او انت محامي ان هو يرفع القضيه وهيمشي في القواضي والكلام ده. قضيه ايه بقى؟ قضيه هرفع قضيه على المتر، وهرفع قضيه على الرئيس، وهرفع قضيه على وزير الكهرباء، وهرفع قضيه على كل الناس كلها، مش هسيب حد، واللي فيه خير يقدمه ربنا.